قال وزير المالية محمد معيط إن المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك ما يغلاش عليك تشمل جميع السلع غير الغذائية. وخلال لقائه مع ممثلي كبرى السلاسل التجارية في مصر، أكد وزير المالية أن المبادرة تستهدف كسر حالة الركود وتنشيط السوق وتحفيز الطلب على المنتج المحلي، بالإضافة إلى رفع القدرات الشرائية للمواطنين وتحسين معدلات نمو الإنفاق الاستهلاكي على النحو الذي يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد.